أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم التوكيل في الحج وما شروطه؟ التوكيل في الفريضة لا يجوز إلا عند العجز، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، والاستطاعة تكون بالبدن وتكون بالمال، فمن استطاع ببدنه وماله فإنه يباشر الحج والعمرة بنفسه، ومن قدر بماله ولم يقدر ببدن ولم يقدر من قدر بماله ولم يقدر ببدنه فإنه ينيب من يحج عنه، ومن لم يقدر لا بماله ولا ببدنه فليس عليه حج ولا عمرة، والحمد لله. نعم.